هذه هي مدينة فرنسي في الهند، لها اسم آخر لا تعرفونه ربما، تسمى مدينة الموت، المدينة التي لا تنطفئ محارقها ويأتيها الناس بحثا عن الأجل. تعالوا معنا لنتعرف على قصة جديدة من عالم غريب. مدينة فرنسي المقدسة شمال الهند يتوافد إليها الهندوس بالآلاف سنوياً ليموتوا طوعاً في داخلها. آلاف الرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً يأتون هنا من أجل الموت، يعيشون على ضفاف نهر الجانج بانتظار أن يأتي أجلهم. بعضهم بقي هنا أكثر من 40 عاماً حتى مات، ومنهم من عاد لبيته بعد سنوات حزيناً على عدم قدوم أجله. إن من يموت في هذه المدينة ثم يحرق فيها ويرمى رماد جثته في نهرها يتخلص من خطاياه وتتحرر روحه من دوامة الحياة الأبدية. فرنسي تحتوي على فنادق كبيرة، آلاف الغرف الفندقية يطلق عليها اسم دور الخلاص، أقيمت لإيواء الرجال والنساء الذين جاءوا للموت هنا. يتم استقبال النزيل مقابل 100,000 روبية أو ما يعادل 1400 دولار، تدفع لمرة واحدة ثمناً لغرفة خاصة له حتى يتوفى، ويشترط أن يكون عمره تجاوز 60 عاماً وأن يكون قادراً على تحمل نفقات طعامه والقيام باحتياجاته المختلفة. يعتقد الهندوس أنهم حين يكبرون في السن عليهم أن يكونوا قريبين من نهر الجانج، حيث يغتسلون في مياهه التي يعتبرونها مقدسة، ومن ثم وبعد موتهم ربانياً يحرقون على ضفافه. تقع فرنسي في ولاية أوتار برادش الهندية التي تضم مناظر طبيعية جذابة ويقطنها 199 مليون شخص، تعتبر وجهة سياحية في الهند ويعود تاريخها إلى آلاف السنين منذ عصر حضارة سومر قبل 3000 عام. نيران محارق الجثث في فرنسي لا تنطفئ أبداً، تقام مراسم الحرق بين زحمة المتفرجين على ضفاف النهر، حيث يجتمع أقارب المتوفى حول نار جثته، يصلون ويغنون لتحرير روحه من دورة التقمص التي يؤمن بها الهندوس، في مشهد بعيد عن الحزن وطقوس الموت المعتادة وأقرب إلى الاحتفال والفرح.